شريف. استاذ احمد ازي حضرتك؟ كيفك؟ اولا نقدر النهارده نقول بنهني بلدنا ان احنا النهارده بنامن مطار شرم الشيخ اللي العين كلها عليكم النهارده. تمام يا فندم. ممكن تطمن المصريين النهارده انتوا استلمتوا ازاي بعد قد ايه؟ ايه اللي بتعملوه في المطار؟ الناس اللي بيتابعوا حضرتك، ايه شركه فالكون هتعمل ايه غير الشرطه؟ تمام. هو الاجراءات اللي هتقوم بيها شركه فالكون هو تفتيش الركاب والامتعه الخاصه بالركاب زي ما حضرتك تفضلت ومشكورا وقلت في كل مطارات العالم بما فيها الدول العربيه هي خطوه متاخره صحيح، لكن الحمد لله ان احنا بدانا فيها. الحقيقه احنا خليني اقول لحضرتك بس احنا برضو الناس عشان نطمن الناس المشاهدين، الافراد بتوع فالكون الشركه الوطنيه فالكون بقالهم 6 شهور تم اختيارهم طبقا لاجراءات واختيارات دقيقه وصعبه وقاسيه جدا عشان نختار فرد معين. مروا بمراحل كشف طبي، مروا خدوا دورات يا استاذ احمد لو اقول لحضرتك على الدورات اللي خدوها على ايدي متخصصين عالميين. جبنا اكبر شركه متخصصه في تدريب افراد الامن في المطارات انجليزيه ادتهم دورات. خدوا دورات على ايدي الخبرات المصريه في سلطه الطيران المدني. خدوا دورات في الحمايه المدنيه، وانا الحقيقه بتقدم بالشكر لوزاره الداخليه سيد وزير الداخليه وقيادات الوزاره على الدعم المستمر لغايه وانا بكلم حضرتك دلوقتي. بيباركوا الخطوه دي فوق بحاجة تتخيل، عشان في ناس بتقول هم دخلوا ياخدوا مكانهم اطلاقا اطلاقا لا غنى عن وزاره الداخليه والدور اللي بتقوم بيه. طبعا بتقول اولا انا بفرغ رجل الشرطه للعمل الجنائي. ايوه بفرغ رجل الشرطه لتامين المطار، بفرغ رجل الشرطه لكل من تساوي لها نفسه الاعتداء على المطارات. تمام. وزي ما حضرتك تفضلت مشكورا للمشبوهين. النهارده وده الفكر العالمي يا استاذ شريف. الفكر العالمي. طب خليه معلش انا اسف انا عايز بس تقول لي المسؤول الامن اللي من شركه حضرتك اللي هم تولوا النهارده المطار دول ايه التدريبات؟ انا عايز ادي المواطن اللي بيتابع اللي هو ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع كانه يعني حضرتك لو سمحت اشرح لنا اتدربوا مثلا على ازاي يتعاملوا مع الركاب ازاي؟ طيب مين اللي هيتعامل مع الراكب من اول ما يدخل المطار؟ اتفضل. اللي هيتعامل مع الراكب من اول ما يدخل المطار هم العناصر بتاعت شركه الوطنيه فالكون. دول زي ما قلت لحضرتك بقالهم 6 شهور بياخدوا دورات على ايدي متدربين متخصصين في عمليه تفتيش الركاب والحقائب. خدوا الدورات دي، خدنا اديناهم دوره زياده في العلاقات العامه وكيفيه التعامل مع السائح، سواء السائح ده مصري او اجنبي او عربي. بمعنى ايه؟ النهارده لما اكون بقوم باجراءات امن دقيقه ده مش معناه ان انا اكون اجريسيف في التعامل مع الراكب. اديناهم بعض الدورات في العلاقات العامه، اديناهم دورات في ضبط النفس لان في طبعا ركاب بتبقى داخله اللي جاي متنرفز شويه اللي جاي متضايق. طب خدوا اقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الركاب. كويس. اتدربوا على احدث معدات واجهزه في الكشف، سواء اجهزه الاكس راي، اجهزه الكشف عن المعادن، سواء اجهزه الكشف عن السوائل. اتدربوا على احدث المعدات وازاي يقدروا يشغلوها. الافراد اللغه اخبارها ايه؟ اللغه ده اللي كنت لسه هقوله لحضرتك بقى، العناصر اللي موجوده بتتكلم لغه انجليزيه طبعا مش بطلاقه اللي هي 100%، ولكن كيفيه التعامل مع السائح. فمعاهم لغه ان هم ازاي يتعاملوا مع السائح، سواء في ان هو بيطلب منه التفتيش او بيشرح له اجراء معين بيتم معاه. فالنهارده بتكلم على شكل حضاري مختلف، بتكلم بلغه عالميه مختلفه. ويمكن زي ما قلت لحضرتك بغض النظر اذا كان ده مطلب لبعض اللجان اللي بتفتش، ولكن السيد وزير الطيران قال كلمه الحقيقه انا يعني هحطها حلقه في ودني، قال احنا بنعمل الصح، ما بنعملش كده عشان حد بيطلب مننا. نعم. مصر بتعمل الصح دايما عشان شايفه ان ده الصح. كويس. لتامين حياه مواطنين ايا كانت جنسياتهم ايه طالما هم في الاراضي المصريه. الراكب دلوقتي دخل الصاله، اول ما بيدخل الصاله بيدخل على بوابه التفتيش، بوابه التفتيش دي اللي موجوده عليها العناصر الوطنيه فالكون، مش كده؟ مظبوط يا فندم. هيتولى يشوف الشنط، يحط الشنط على الجهاز ويبدا التعامل معاه. مظبوط. بعد كده بيخش على مرحله بقى الجوازات. الكاونتر والجوازات دي بتاعت وزاره الداخليه. ثم المرحله النهائيه قبل الصعود الى الطائره اللي هي بنسميها مرحله التعقيم، برضه هيبقى فيه العناصر بتاعت فالكون، ودي اللي بيتم فيها اجراءات بنسبه 100%. لا انتوا كمان موجودين قبل ما يصعد الطيار مباشره، انتوا مسؤولين عن ده. مظبوط يا فندم، مظبوط. يعني طبعا زي ما اتفضل الشرطه هنا ما بتتعاملش مع الراكب في الاجراءات الدخول الطياره والكلام ده والتفتيش. بتتعامل مع الراكب في اجراءات الجوازات فقط لا غير. او لا قدر الله لو في حاجه فيها اشتباه او في حد معاه حاجه مخالفه بتبدا الشرطه تتعامل بعد ما بيتم ابلاغها عن طريق الافراد بتوع فالكون.
طيب معلش تاني، انا برضو حابب الناس تبقى عارفه احنا النهارده التطور اللي عندنا الاتي. التطور اللي عندنا ان المواطن دخل الصاله، صاله السفر، دخل معاه بيتعامل معاه الناس بتوع حضرتك رجالتكو الوطنيه فالكون، مظبوط، ثم يدخل على الشركه عشان